على مساحة 270 هكتاراً تمتد منطقة المرجى ببلدية ولد سلامة بالبليدة، مشجر يزخر بتنوع نباتي وحيواني فريد من نوعه، 75 صنفاً من الأشجار الغابية وشبه غابية القادمة من مختلف مناطق العالم نجدها هنا، كشجرة الأرز والصنوبر الحلبي، الأكاسيا، القسطل والبندق، جلها أشجار تأقلمت مع طبيعة المنطقة. منذ سنة 1930 كانت هي عبارة عن غابة تاع بلوط، بلوط أخضر وبلوط فليني، وين السلطات قامت بإنشاء هذا المشجر هذا في إطار تنوع البيولوجي وتنوع النباتي لهذه المنطقة، وين دخلنا عدة أصناف، أصناف هي أصناف مدخلة، والبلوط الأخضر هو ليسبيس أونديميك. عندنا 70% من هذا المشجر هو عبارة عن أشجار إيكاليبتوس، و 30% هي أشجار مدخلة، باعتبارها منطقة مهددة بالانزلاقات والانجراف. سي بور سولا كنا بلونتي بوكو بليس ليكاليبتوس بور سي ان بون فيكساتور تاع لو سور كونتر ليروزيون. العديد من الزوار يتوافدون إلى هذه المنطقة رغم صعوبة المسلك الغابي. خطر الانزلاق وانجراف التربة بات يشكل تهديداً، وضع دفع بمحافظة الغابات لدائرة بوغرة إلى تنظيم حملات تشجير واسعة. سجلنا هنا عدة نقاط سوداء، وين شاهدنا انزلاقات في التربة، انجراف في التربة. نحن حاليا نقوم بتشجير هذه المنطقة حماية للتربة من الانجراف، بحيث احنا قمنا بحمايتها بطريقة ميكانيكية avec le gabionnage، وراح نرافقوها بحماية بيولوجية عن طريق غرس أشجار الغابية المتنوعة واللي تساعد على تثبيت التربة من الانجراف. النادي الأخضر لمتوسطة عبد القادر بلغازي ببوغارة شارك بدوره في حملة التشجير، التلاميذ يغرسون الصفصافة والأكاسيا باعتبارها أشجار تجدد نفسها طبيعيا في حالة الحرائق. احنا جينا باش نغرسوا لهنايا خاطرش باش تكون عندنا مساحات خضراء كثيرة تكون ونتفادى انجراف التربة، ونقول للزوار كي يجوا لهنا يحافظوا عليهم، يحافظوا على نظافة الطبيعة وما يرموش نفايات. احنا المؤسسة تاعنا نظمت هذه الحملة باش نعيدوا الغطاء الأخضر للبيئة، وجينا مع خيرة المذيعة بزيلاب وشيوخات اللي كانوا يعاونوا فينا باش نعود الغطاء الأخضر للبيئة وننقوها شوية. غرس الحس البيئي لدى هؤلاء التلاميذ هدف يطمح إليه النادي الأخضر بالتعاون مع محافظة الغابات بالولاية من خلال المساهمة معا في تشجير المساحات الغابية المتضررة من الحرائق. النادي الاخضر مهتمين به بالبزاف، وسي بوغ سا نشطوا على بالكم متيجه ارض خصبه، ارض خضراء، الجبال تاوعنا عانات في العشريه السوداء ومقبل من الحرائق. حنايا في المؤسسه عندنا نقولوا مشروع كبير وحلم كبير، ان شاء الله نوصلوا ليه مع كل جيل يلحق لينا، كل تلاميذ يلحقوا لينا. لازم كل تلميذ يدخل المؤسسه لازم يغرس أوما يغرس 10 شجرات في الجبال تاوعنا. عملية التشجير بولاية البليدة ستمس العديد من المناطق المتلفة بفعل الحرائق أو المهددة بانجراف التربة ضمن برنامج مسطر إلى غاية شهر مارس المقبل، والشعار معا من أجل بيئة أفضل.